السلام عليكم خاوتي، فيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نخدم على المانيطات اكس بوك. قبل ما نبدا خدمه لازمني بريباريها. ضروري لازمني نغطي بلايص اللي ما بغيتهمش يتوسخوا بالسباب. بعد ما غطيت كاع البلايص اللي بغيتهم جيت وسخو، دروك نروح نصبخها بسبراي بان. بعد ما صبغتها ونشفت الضروب جا وقت سكيتشينغ. كنت ديجا عطيتكم تخيروا في ستوري على وين كاركتر غادي نخدم، ولكن من بعد قلت عليه ما رسمهمش في زوج. So, بعد ما كملت سكيتشينغ دروك جا وقت الكولورينغ. ظروف ما بقى لي غير كادر الرسمه كامل. دروك لازم نقلع سكوتش اللي درتها في البداية تاع الفيديو. صافي خاوتي، هنا كنا وصلنا لنهاية الفيديو. نتمنى تكون عجبتكم. تنسوش ديروا لايك، تابونوا في لاشين، تبارطاجوا الفيديو مع صحابكم. كتبوا لي في الكومنتات واش بغيتوا نرسم فيديو جاي. تلاقوا فيديو جديد. تشاو.